Top Secret. صباح الخير دانيال، وصباح الخير لكل مستمعي صوت الغد المباوردين والفطسانين. كلنا سوا بهالمصيبة اللي نحن فيها هلا، غير مصيبة الزبالة عنا هالشوبات المش طبيعية. السر اللي بدي خبركن اياه يعني في كتار يمكن ما يصدقوا. صحيح انا بمثل وبمثل كوميدي وبقلد شخصيات وبتقمص شخصيات وبحفظ نصوص وبمثل على المسرح اكتر من ساعة، بس انا ما بعرف خبر نكتة. ايه نعم، نكتة واحدة يلي هي اهين شي بالدنيا ما بعرف خبر، بوصل لنصها بسطي ما بعرف شو بيصلي. يعني ببلشها مزبوط، في محل بالنص يا الحبل الافكار بيروح، يا في شي تسطيلي بدماغي بلت ان هيك بتسيطر بضيع بتبهدل. وهذا كان السر يلي بدي خبركن اياه اليوم. بتمنى لكم نهار سعيد وهادي ومبورد، وكلنا سوا لازم نشكر ربنا على نعمة الاي سي، لانه بلي كنا قبرنا بعض. توني ابو جوده.